جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جازان، وباعثها مستمع يقول: أنا شاب في 18 من عمري، تقدمت لابنة خالي وفكرت في الزواج، ولكن حصل شيء منعني من ذلك، وهو أن امرأة قالت لي إنها أرضعتني وأرضعتها فصدقتها، ولكن حدث ما شككني في هذا الأمر، حيث أن الوالد قال إنها عندما أرضعتني وكانت عجوزا جدا، وزوجها قد توفي منذ 10 سنوات، وأولادها في ذلك الحين متزوجون، فأرجو إفادتي في هذا الأمر، حيث لم ترضع البنت إلا مرة واحدة أو مرتين، فهل هي أختي من الرضاعة أم أكمل خطبتها؟ جزاكم الله خير. ما دام أنها شهدت بأنها أرضعتك وأرضعتها، وأن والدك أيضا أثبت هذا، إلا أنه يقول إنها كانت كبيرة السن وليس لها زوج، أن زوجها متوفى، فمعناه أن هذا الرضاع شهد به اثنان، المرأة والرجل الذي هو أبوك، فثبت الرضاع. وأما كونهم لا يعلمون عدده، فهذا يورث شبهة، توجد هذه الشبهة ينبغي تجنبها احتياطا وتورعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأقل أحوال هذا الرضاع أنه يورث شبهة حيث لم يعلم عدده، فتجنبها أحوط وأبرأ للذمة. والنساء كثير والحمد لله. نعم.